السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. حصتنا النهاردة ان شاء الله يا شباب هنكمل فيها حل exercise on lessons 4 to 6 unit 10. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. طيب اول سؤال معاك هنا بيقولك but طبعا the suitable sign less more equal ايا كان بقى. طيب هو مديلك numbers ومديلك معاها units، numbers و units زي ما انت شايف كده. طيب يا ميس عشان احول بقى من يونت للتانية وانا بس كل اللي مطلوب مني احط العلامة المناسبة، هتستخدم الconversion factor بتاعك ولا بمنتهى السهولة التحويلات الاساسية اللي انت حافظها هي دي اللي هتستخدمها؟ بمعنى لما يكون معاك 2.5 لتر والناحية التانية 205 ملي لتر، طب ما على طول انت عارف لما بتحول من لتر لملي لتر انت هتعمل multiply by 1000، صح كده؟ من غير بقى ما تقولي هنا conversion factor، انا ليه ان انت تحطلي العلامة المناسبة بس، مش هحاسبك استخدمت انهي طريقة وانت بتحل، تمام؟ طيب يبقى 2.5 multiply by 1000، الكلام ده equal ايه؟ هو ده هدفك عشان تحول من لتر لملي لتر. طيب انا عندي هنا بعمل multiply by 1000، يبقى الديسمال بوينت بتاعتي هتتحرك 3 digits to the right، ادي 1. طب ما عنديش كمان 2 digits هحط 0 و0 فهيطلع معاك 2500 مليليتر، تمام كده؟ يبقى هنا في 2500 مليليتر وهنا معاك 205، اظن كده طبعا 2500 تكسب، متفقين؟ بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة اللي في الدنيا التحويلات الأساسية بتاعتك. طيب هنا معايا 1560 جرام والناحية التانية 2.5 كيلو جرام. دايما دايما الأسهل ليك وانت بتحول، حول من الكبير للصغير، حول من الكبير من اليونت الكبيرة لليونت الصغيرة، تمام؟ يعني انت بتقولي لي حول من كيلو جرام لجرام، ايوه. طب من كيلو جرام لجرام بتعمل ايه؟ بعمل ملتبلاي باي 1000، بعمل ملتبلاي باي 1000، فلما يكون معاك 2 كيلو جرام يعني 2000 جرام، ده من غير ما اقول لك وكمان معاك هاف 2000 ولا 1000 اند، لا كده الناحيه دي كذبت، بس طبعا لو حولتها هيدي لك 2500 جرام، تمام؟ طيب معاك 150 مينت ومعاك 900 سكند من اليونت الكبيره، مينت حول لي من مينت لسكند، يبقى مطلوب مني اخد 150 واعمل لها ملتبلاي باي 60، وانت بتحول من مينت لسكند بتعمل ملتبلاي باي 60، الكلام ده ايكوال. عندك 0 و0 هم نزلهم اون ذا رايت بالمنظر ده، 5 by 6 equals 30, 0 and carry 3 up, 1 by 6 equals 6 plus 3, 9. يبقى الناحية دي معايا 9000 second والناحية دي معاك 900 second، طبعا 9000 تكسب، فهم الفكرة ماشية ازاي؟ يبقى أنا دلوقتي مش محتاجة استخدم الconversion factor بتاعي، أنا بحل وبس، أنا بحل وبس، بحول وبس. طيب معايا 72 hours والناحية التانية 3 days، ها يميس 1 day equal 24 hours، يبقى 3 days هعمل 3 multiply by 24، كلام ده equal عشان احول الناحية دي من الكبير للصغير، حول من day لhour. طيب 3 by 4 12 2 and carry 1 up، 3 by 2 6 plus 1 7، طلع قدامي 72 hour وهنا في 72 hour، يبقى الناحية دي زي الناحية دي equal. هنا هو 0.56 كيلومتر وهنا 560 متر، هحول من الكبير للصغير من الكيلومتر للمتر، يبقى هعمل multiply by 1000، هعمل multiply by 1000، بص كده 0.56 multiply by 1000، الكلام ده equals ايه؟ decimal point هتتحرك 3 digits to the right، هحط 0 هيطلع معايا 560، تمام؟ يبقى هنا عندي 560 متر وهنا عندي 560 متر، اه ده الناحية دي زي الناحية دي equal اهو. 2.5
سنتيمتر و35 مليمتر. هحول من الكبير للصغير، من سنتيمتر لمليمتر، بعمل ملتبلاي باي 10. 2.5 باي 10، الكلام ده ايكوال ديسمال بوينت، هتتحرك 1 ديجيت، هيطلع لي 25 مليمتر. الناحية دي فيها 25 والناحية دي فيها 35. طبعا 35 هي اللي ايه اللي هتكسب، وال 25 اصغر من ال 35. متفقين كده؟ خلصنا السؤال، كده خلصنا السؤال. وهنا بأكد عليك تاني، انت تقدر تحل بالطريقة التقليدية بتاعتك في أسئلة زي كده، كومبليت وتشوز، وان انت تحط العلامة المناسبة. الحاجات دي كلها تقدر تحل بيها بالتحويلات العادية بتاعتك. العلاقات الأساسية اللي احنا اتفقنا قبل ما نبدأ نشرح الدرس ده لازم تكون حافظها كويس قوي قوي، تمام؟ طيب تعال نبص على السؤال اللي بعده. بيقولك كومبليت height of a house 12.7 meter then its height in centimeter equal ايه؟ نفس الكلام اهو، complete ومدي لك الهايت بايه؟ بالمتر، وانا عايزه بالسنتيمتر. من متر لسنتيمتر هتعمل ايه؟ هعمل multiply by 100. مش محتاجة اروح اكتب conversion factor في اسئلة زي كده، اوكي؟ وانت بتعمل multiply by 100 يبقى الديسمال بوينت هتتحرك 2 digits، ادي 1، وعند الديجيت التاني هحط 0، هيطلع لي 1270 سنتيمتر، 1270 سنتيمتر. طيب a jar of capacity 5368 مليليتر then its capacity in liter، بحول من مليليتر لليتر، من يونت صغيرة ليونت كبيرة، هعمل ايه؟ هعمل divided by 1000. ما انا عارف وانا بعمل تحويل من يونت صغيره مليليتر ليونت كبيره، ليتر من يونت صغيره ليونت كبيره، بعمل ديفايدد باي، والريليشن الاساسيه بتاعتك اللي هي 1000. طيب عشان تعمل الديفايد يبقى هيظهر قدامك ديسمال بوينت هتحطها افتر 3 ديجيتس 1 2 3، وهيظهر قدامك ديسمال بوينت هتتحط هنا، هيطلع لك 5.368 ليتر. طيب بعد كده بيقول لك the time of the session is 1.5 hour then this time in minute is ايه؟ معايا time بالاور وعايزه بالمينت، تمام؟ 1 hour equals 60 minute، يبقى انا هعمل multiply by 60. 1.5 by 60، الزيرو هينزل on the right بالمنظر ده، 5 by 6 equals 30 0 and carry up 3، 1 by 6 equals 6 plus 3 يبقى 9. عندك decimal point اوعى تنسى تحطها after 1 digit اهي، فطلع قدامك ايه؟ 90 minutes. طبعا ينفع بقى تشيل ايه؟ الديسمال بوينت والزيرو، مفيش مشكلة، تمام؟ بعد كده بيقول لك the mass of a boy is، وبعدين مدي لك 56700 جرام، اوكي؟ then its mass in kilogram، بحول من ايه لايه؟ من يونت صغيره ليونت كبيره، يبقى هعمل divided by 1000، تمام؟ اول حاجه الزيرو ده هيمشي مع الزيرو ده، والزيرو ده هيمشي مع الزيرو ايه ده. بعد كده كان السؤال بتاعك، بص كده انقل الديجيتس اللي باقيه، يعني 5 6 7 over 10 او divided by 10، يمس يعني هيظهر لي decimal point after 1 digit، فهيبقى معايا 56.7 كيلو جرام. الخطوات الأساسية بتاعت الديفايد والمالتبلاي والحاجات دي المفروض ان انت فاهمها، متفقين؟ السؤال بقى اللي هنبدأ فيه دلوقتي ده هعتبره من أهم الأسئلة في الحصة بتاعت النهاردة، من أهم الأسئلة بتاعتنا. ليه؟ عشان هنبدأ نستخدم conversion factor. طيب ركز كده في شكل الأسئلة، بس عايزك تاخد حاجة معينة، تاخد بالك من حاجة معينة اللي هي ايه؟ بعض الأسئلة مطلوب منك تكتب فيها conversion factor واحد بس اهو، عشان كده عامل لك ايه هنا، هو نقط واحدة بس. وبعض الأسئلة مطلوب منك تكتب فيها two conversion factors. ركز بقى اللي انا بقوله ده مهم، بعض الأسئلة مطلوب منك تكتب فيها conversion factor واحد بس،
وأسئلة تانية مطلوب منك تكتب فيها two conversion factor. بيتحدد بناء على إيه؟ ركز كده. أنا معايا أول سؤال مثلا، بص على اليونتس اللي مكتوبة فيه. كيلومتر بير أور، كيلومتر بير إيه؟ أور. بص على اليونتس اللي هو عايزك تحول ليها. متر بير أور، متر بير أور. عندك يونت واحدة بس اللي هتتغير، كيلومتر هتبقى متر، إنما اليونت التانية أور فضلت أور. عشان كده بتستخدم conversion factor واحد. طب بص هنا كده، هنا هنستخدم two conversion factor. وضع طبيعي انك بدأت تربط الكلام. يميز بصي كده اليونتس متر بير سكند. طب ولما طلع لك الإجابة عايزها كيلومتر بير أور، يعني دخل لك في السؤال بتو يونتس وطلعت بالإجابة بتو ديفرنت يونتس، يونتس تانية هي. عشان كده انت محتاج تو conversion factors. متفقين؟ مهم قوي تاخد بالك من التفاصيل الصغيرة دي. امتى بحتاج اكتب في السؤال بتاعي conversion factor واحد، وامتى بحتاج اكتب two conversion factors. متفقين؟ تعال بقى نبدأ نحل. ركز قوي قوي قوي، والسؤال ده انا هحله معاك، وانت بعد ما نخلص وقف الفيديو وحله بايدك تاني. السؤال ده سؤال شاطرين يا شباب. يلا ها، انا معايا 25 كيلومتر over 1 hour. بص كده، وعايز اليونتس بتاعتي تبقى متر بير اور. متفقين؟ يبقى انا خبي كده اور دي، لان كده كده طالعة معايا اهو، هي ديت اللي انا هشتغل عليها دلوقتي، دي اللي انا هشتغل عليها دلوقتي عشان احولها. طيب الconversion factor بتاعك، احنا متفقين اليونت اللي بتيجي بعد الايكوال اللي طالبها مني بكتبها فوق هنا متر، واللي بيديهاني جوه السؤال بكتبها تحت كيلو متر. التحويلة بتاعتك يميس عندي 1 كيلو متر equals 1000 متر، 1 كيلو متر equals 1000 متر. انا كده زبطت الconversion factor بتاعي. يلا بقى شيل اليونتس اللي هي فوق وتحت واللي هما بيمشوا مع بعض. طيب بصي عندي كيلو متر تحت اهي، هشيلها مع الكيلو متر اللي فوق. متفضل قدامك ايه يونتس؟ بص كده متر، متر اخدها طلعها بره هوت بقى الفيرست ترم بتاعك بالمتر، وتحت عندك اور طلعها لك بره اهي، فبقى السكند ترم بتاعك بالاور، فيرست ترم وسكند ترم. تمام؟ طيب ناقص ايه؟ اتعامل مع النمبرز، اتعامل بص 1 ملتبلايد باي 1 ايكوالز 1، الدينومينيتور بتاعك فيه 1 اهو، 25 ملتبلايد باي 1000 يعني 25000، 25 ايه؟ 1000 بير اور. خلصت، ادي اول واحده. يلا اللي بعده، معايا 60 متر بير مينت، وعايزني احول متر بير سكند. بص كده اليونت الاولانية متر طلعت متر، هو مش عايزني اشتغل على الاولانية، عايزني اشتغل على التانية. منت هتطلع سكند. طب خبي دي كده، خبي دي. تمام؟ منت طلعت ايه؟ سكند. يبقى هتروح تكتب لي تحت هنا هوت سكند، هنكتب تحت هنا سكند، وفوق هكتب الجيفن يونت بتاعتي اللي هي منت. اتفقين؟ التحويلة بتاعتك ايه؟ يميس 1 minute equals 60 seconds، 1 minute equals 60 seconds. ده conversion factor بتاعي. يلا بقى نبدأ نشيل الوحدات اللي ايه؟ اللي فوق وتحت زي بعضها. في عندي minute اهي، هتمشي مع المينت اللي تحت، مينت فوق مشيت مع المينت اللي ايه؟ تحت. بص متفضل قدامك meter فوق، فاخدها هوت مكتوبة فوق اهي متر، تحت عندك سكند اخدها طلعها سكند اهو. يلا نبدأ نعمل ملتبلاي بقى، او نعمل سمبل فاي براحتك، يعني عايز تعمل سمبل فاي وهي في مكانها ماشي، عايز تعمل ملتبلاي براحتك وبعد كده تعمل سمبل فاي. بس لو عملت ملتبلاي يبقى هتطلع لي الاجابة على جنب الاول وبعدين تعمل سمبل فاي وتروح تكمل النقط بتاعتك. متفقين؟ طيب يا ميس، ما انا كده كده بصي انا شايف سكستي فوق وسكستي تحت اهي،
يعني عندي common factor 60، تعالي نعمل simplify وهي في مكانها. يلا 60 divided by 60 equals 1، 60 divided by 60 equals 1. كده عندك اي حاجة تانية تقدر تعمل لها simplify؟ ما عنديش. 1 multiplied by 1 equals 1، وتحت عندك 1 multiplied by 1 equals 1. متفقين؟ يبقى كده عندك 60 meters per minute equals 1 meter per second. 60 meter per minute equals 1 meter per second. احنا كده خلصناه. يلا السؤال اللي بعده. انا معايا 135,000 meter over 1 hour، وعايزك تحولها لكيلومتر بير اور او اوفر اور. تمام، بص كده، اور اور ما حصلش تغيير تحت، التغيير فوق. متر عايزها كيلومتر. يلا نظبط الكونفرجن فاكتور بتاعنا. ها انا خبيت دي عشان ما تلخبطنيش. اليونت اللي انا عايز الاجابه بتاعتي تطلع بيها فوق ايه؟ كيلومتر. اكتبها لي فوق كيلومتر اهي، واللي مديها لك جوه السؤال ايه؟ متر. اكتبها لي تحت. ظبط التحويلة بتاعتك يا ميس. عندي 1 كيلومتر equals 1000 متر. ظبطناها؟ اه. يلا نشيل اليونتس مع بعض، واحدة من فوق وواحدة من تحت. عندك فوق متر اهي، هتمشي مع المتر اللي تحت. متبقي قدامك ايه؟ متبقي قدامي بص كيلومتر اهي، طلعها. الفيرست يونت بتاعته كيلومتر، وتحت عندك اور، طلعها لك بره. تمام. طيب نعمل سمبلفاي وهي في مكانها. انا عندي بص فوق في النيوميريتور في 3 زيروز اهم، اقدر اشيلهم مع 3 زيروز اللي تحت في الدينومينيتور. على فكرة الاختصار هنا وانت بتعمل سمبلفاي بالظبط زي ما بتعمل سمبلفاي مع الفراكشنز، نفس الطريقة زي ما بتعمل سمبلفاي مع الفراكشنز. بص كده، ادي 1 2 3 زيروز هيمشوا مع 1 2 3 زيروز. يبقى متفضل قدامك ايه؟ متفضل قدامي 135 multiply by 1 equals 135، 1 multiply by 1 equals 1، فطلع قدامي 135 كيلومتر بير اور. خلصناها step by step step by step. ركز، انت بتغير يونت واحدة ليونت تانية ولا بتغير التو يونتس بقى زي ما هيحصل دلوقتي؟ بص كده، طالب منك تكتب two conversion factors، two conversion factor. طب يلا، ها بص، من كيلومتر عايزها متر، ومن اور عايزها منت. خبي بس الاول كده الاور عشان نظبط الاولانيه conversion factor بتاعي الاولاني. الكيلومتر عايزه ايه؟ متر. يبقى المتر هتتحط فوق هنا، والجيفن يونت اللي معاك اللي هي الكيلومتر هحطها تحت. ظبط بقى التحويلة بتاعتك. 1 كيلومتر equals 1000 متر. متفقين؟ يلا خبي دي عشان ما تتلخبطش. وعايز الاور تطلع منت، عايز الاور تطلع ايه؟ منت. اكتب لي تحت هنا منت، واطلع فوق هنا هنكتب اور، الجيفن يونت اللي معاك. تمام، يلا ظبط التحويلة بتاعتك يا ميس. 1 اور equals 60 minutes، 1 hour equals 60 minutes. متفقين؟ طيب هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نشيل اليونتس مع بعضها. بص انا حطيت المسطرة كده عشان احاول اخلي تركيزك كله في الحتة اللي احنا شغالين فيها، يعني انا عايز عينك وانتباهك كله هنا في الحتة اللي انا شغالة فيها. متفقين؟ طيب تعال نبص بقى، انا عندي كيلومتر فوق اهي، وعندي كيلومتر تحت. هيمشي الكيلومتر ده مع ده، وعندي اور فوق اهي، وعندي اور تحت اهي. هتمشي الاور دي مع الاور دي. ركز كده، قدامك ايه يونتس باقية؟ فوق عندي متر، وهو مطلع لك الاجابة بالمتر فوق اهو، وتحت عندك منت، وهو مطلع لك الاجابة بالمنت. انا ماشي صح؟ انت لازم تفكر كده، انا كده ماشي ايه صح؟ متفقين؟ طب بعد كده تقدر تعمل سمبل فايل النمبرز وهي في مكانها؟ يبقى تمام. ولو مش عارف خدهم بره، اعمل ملتبلاي نيوميريتور باي نيوميريتور باي نيوميريتور، واكتب دينومينيتور باي دينومينيتور باي دينومينيتور، وشوف الناتج بتاعك نيوميريتور ايه اوفر دينومينيتور ايه،
واعمل سيمبل فاي، وبعد كده اكتب لي هنا في السيمبل استفورم بتاعتك. متفقين؟ طب انا شايف من وانا ببص كده على السؤال، انا عندي تحت سكيستي اهي شايفها، وعندي فوق 120 اهي. تمام، 60 و120 بينهم كومن فاكتور 60. انا هعمل سيمبل فاي وهي في مكانها على طول، هعمل سيمبل فاي وهي في مكانها على طول. يلا، 60 ديفايدد باي 60 ايكوالز 1، 120 ديفايدد باي 60 ايكوالز 2. بص كده الدينومينيتور بتاعك كله بقى هنا 1 باي 1 ايكوالز 1. اطلع فوق للنيوميريتور، 2 ملتبلاي باي 1000 ايكوالز 2000 باي 1 ب 2000. احنا كده خلصناها، 2000 متر بير مينت، 2000 متر بير مينت بمنتهى السهوله. والله سؤال سهل، والله سؤال سهل، وهتعرف تحله في الامتحان، اديله بس اهتمامه واتدرب عليه كويس. والله سهل، والله سهل. يلا اللي بعده. معايا ايه؟ معايا زي ما انت شايف كده 3 meters over 1 second، وعايز الإجابة بتاعتي كيلومتر أوفر أور. عشان كده بص، اليونت الأولانية اتغيرت واليونت التانية اتغيرت، أنا عايز 2 conversion factors. يلا خبي اللي تحت الأول عشان نظبط الconversion factor اللي فوق. متر خرجت إيه؟ كيلومتر، يبقى فوق هنا هكتب كيلومتر required unit، اليونت المطلوبة، وتحت هدي given unit متر. اظبط التحويلة، كيلومتر 1 كيلومتر equals 1000 متر. تمام، انت كده ظبطت اول conversion factor. خبي اللي فوق وانزل للي تحت. second عايزها hour، second عايزها ايه؟ hour. طب يلا، يبقى الاول تحت هكتب له hour اللي هي required unit، اليونت المطلوبة مني تحت، وفوق هكتب له second. طيب 1 hour equals how many seconds؟ means 1 hour equals 3600 seconds. 1 hour equals 3600 seconds. متفقين؟ طب يلا بقى، دور على ايه؟ نبدأ نشيل يونت من فوق مع اللي زيها من تحت، واحدة من فوق مع اللي زيها من تحت. متفقين؟ يلا، انا عندي هنا في سكند اهي، وهنا في سكند، مشوا مع بعض. هنا في متر اهي، وهنا في متر، مشوا مع بعض. بص كده، متفضل قدامك فوق كيلومتر، انا عايز فوق يبقى عندي كيلومتر، تحت عندك اور، وانا عايز تحت يبقى عندي اور. انا شغال صح؟ ما انت بتعرف كده انت شغال صح ولا لا. تمام، طيب تعال نجرب المره دي، تعال نجرب نحل من غير ما نعمل سمبل فاي. يعني ايه؟ يعني هاخد نيوميريتور باي نيوميريتور باي نيوميريتور. انا هتعامل مع نمبرز، هتعامل مع نمبرز. بص كده، 3 ملتبلايد باي 1 اهو، 3 ملتبلاي باي 1 ملتبلاي باي 3600 اوفر. يلا دينومينيتور باي دينومينيتور باي دينومينيتور، 1 ملتبلاي باي 1000 ملتبلاي باي 1. مع ان مش لازم تكتب ملتبلاي باي 1، انت عارف ان الاجابه هتبقى ب 1000 قصدي، ولكن انا حطاهم قدامك عشان عينك تبقى شايفه، عينك تبقى شايفه احنا بنعمل ايه. احنا ظبطنا اليونتس، خلاص ظبطنا حته اليونتس، عايز اظبط بقى الحسبه بتاعتي، عايز اظبط الحسبه. طيب الكلام ده ايكوال طبعا، وانت بتعمل ملتبلاي باي 1 خلاص انت كده كده فوق، كان عندك 3 multiply by 3600 over 1 multiply by 1000 by 1، يعني تحت عندك 1000. عندك اختيار من الاثنين، يا تعمل simple phi يا تحل وبعد كده تعمل simple phi. تعال نحل الاول، الناس اللي بتحب تحل الاول، المرة دي هحل معاك الاول. numerator عندي 2 zeros هنزلهم on the right بالمنظر ده، 3 by 6 يعني 18 and carry 1 up 3 by 3 9 plus 1 10، وتحت عندي 1000. يلا الزيرو ده مشي مع الزيرو ده، والزيرو ده مشي مع الزيرو ده، بقى معاك 108 over 10. كلام ده equal ايه؟ اعمل سمبل فاي. ها يميس معناها 10.8 over 1. لو مش عايز تكتب over 1 خلاص مش مهم، بس عشان هو كاتب لك نقط فوق ونقط تحت، عشان هو كاتب لك نقط فوق ونقط
تحت، فانت لازم تبقى فاهم ان انت لما تعمل تحت divided by 10 وتعمل فوق divided by 10. انا عايز السكند ترم بتاعي 1، تمام؟ طلع لي 10.8 over 1، هروح اكتبها له 10.8 over 1، خلصناها. ماشي. السؤال اللي بعده، معايا 76,500 متر over 1 minute، الكلام ده equals ايه كيلومتر over hour؟ بص كاتب لك 2 conversion factors، انت هتكتبهم ليه؟ عشان عندي 2 units هيتغيروا لإيه؟ لأنظر 2 units، عندي 2 units هم دخلت معايا السؤال كده كان بمينت وميتر، وخرج لي السؤال hour وكيلومتر، غير لي في اليونتس، تمام؟ يلا خبي اليونت اللي تحت، ها متر عايزها كيلومتر، اليونت المطلوبة هي فوق كيلومتر، واللي مديهاني في السؤال تحت متر. 1 كيلومتر equals 1000 متر، ظبطنا اول conversion factor. يلا التاني، ها هو عايز اليونت بالاور، هكتب له اور تحت، ومديني في السؤال ايه مينت، اكتبها له فوق. متفقين؟ طيب 1 hour equals 60 minutes. تاني خطوة، ابدأ شيل يونت من فوق مع اختها اللي تحت، يونت فوق مع اختها اللي تحت، ادي هنا في مينت فوق ومينت تحت، مشوا مع بعض، تمام؟ طيب وهنا في متر فوق وفي متر تحت، اهي مشوا مع بعض. متفضل قدامك ايه؟ بص كده، متفضل قدامي فوق كيلومتر، وانا عايز كيلومتر فوق، ومتفضل تحت عندي اور، وانا عايز اور تحت. انا ماشي صح؟ تمام. بعد كده يا تعمل simplify يا تاخد numerator by numerator by numerator over denominator by denominator by denominator، تمام؟ طيب انا ممكن اعمل simplify بسهوله، بص انا عندي 3 zeros اهم، هيمشوا ادي 0 مشي مع 0، وهنا 0 هيمشي مع 0 التاني، و0 هيمشي مع 0 التالت. بص الدينومينيتور بتاعك بقى 1 باي 1 باي 1، يعني عندك 1 اهو، خلاص بنوصل اهو. يبقى ناقص لك ايه؟ ناقص لي اخد 765 multiply by، خد بالك انت مش بقى معاك التو زيروز دول خلاص، انت معاك 765 multiply by 6 دي، والكلام ده ايكوال، دي الحاجة الوحيدة اللي ناقصه لك في السؤال دلوقتي. 5 by 6 30 0 and carry up 3، 6 by 6 36 plus 3 39 9 and carry up 3، 7 by 6 42 plus 3 يعني 45، طلع معاك ايه؟ 4590 اهي 4590، خلصت. نسيب ده ليكوا بقى، يبقى برضو معاكوا حاجة كده تحاولوا فيها، تمام؟ ركز كده، انت معاك كيلومتر over second، خرجت متر بير اور، فاليونتس اتغيرت، التو يونتس اللي بدأ بيهم السؤال اتغيروا وطلعوا لك تو يونتس تانيين، فانت عشان كده عايز تو conversion factor. طلع السؤال بره في ورقة وقعد حاول جرب، متفقين؟ السؤال اللي بعده هنا يا شباب بيقول لكم write equivalent or not equivalent، يعني equal ولا not equal، اهي معنى equivalent يعني كأننا هنتعامل equal ولا not equivalent not equal. طب تعالى نبص كده، انا معايا 32 متر over 1 second، والناحية التانية معاك 115.2 كيلو متر بير اور، يعني over 1 hour. بص انا كتبت السؤال ازاي، وعايز اعرف ده قد ده ولا لا، ده قد ده ولا لا. انت بقى عشان تشوف ده قد ده ولا لا، فكر زي ما انا هقولك كده، يتحول الاولاني للتاني، يتحول التاني للاولاني، اليونتس لازم تبقى زي بعضها عشان تقدر تقرر، اليونتس لازم تبقى زي بعضها عشان تقدر تقرر. طب هو انا هنا يعني دوت لازم استخدم فيه conversion factor، ولا لو انا عندي طريقة بتنجز انجز بيها؟ انجز يا عم لو تعرف، يعني لو مش عايز تعمل بالconversion factor بتاعك انجز، محدش هيقولك حاجة،
انا بس هدفي تقولي equivalent ولا not equivalent، ايا كانت الطريقة اللي هتوصلك. طيب بص يا ميس، اللي اسهل بالنسبة لي او اللي انا هنجز بيه ان انا هنزل عند اليونتس الكبيرة دي وهحاول احولها لليونتس الصغيرة. هنزل عند اليونتس الكبيرة دي وهشوف احولها ازاي لليونتس الصغيرة. اليونتس الصغيرة اللي هي متر over second. خلاص عندي خطوة في النص هعملها اهو. طيب من كيلومتر لمتر يبقى انا هاخد النمبر اللي فوق ده 115.2 واعمل لها multiply by 1000. ومن اور لسكند، من اور لسكند يعني انا بعمل multiply 1 multiply by 3600. ده هدفي دلوقتي، دي الحسبة اللي انا عايز احسبها، دي الحسبة اللي انا عايز احسبها، واللي لما هحسبها هوصل how many meter over second. تمام؟ طيب تعال نحسب، او تعال الاول نعمل simplify على خفيف كده. ها الزيرو ده هيمشي مع الزيرو ده، والزيرو ده هيمشي مع الزيرو ده. طيب فبقى معاك انا اقدر كمان اخلص الحتة دي. بص كده 115.2 multiply by 10 يعني الديسمال بوينت دي هتتحرك 1 ديجيت تو ذا رايت فهتتشال، يبقى النيوميريتور بتاعي هيبقى فيه 1152، والكلام ده اوفر 36. الكلام ده اوفر ايه؟ 36. ده هدفك دلوقتي، ده هدفك دلوقتي. طيب انا عايز ال 36 دي تبقى 1، يبقى هعمل ديفايدد باي 36، زي ما عملت تحت divided by 36 هطلع اعمل فوق divided by 36. متفقين؟ بقى معاك مسألة divide 1152 divided by 36. وعلى فكرة لو حليت بالconversion factor برضو هيبقى عندك نفس السؤال، يعني هيبقى بس ان انت بيزود عليك ان انت تظبط اليونتس وبعدين تشيلها، لكن نفس السؤال هيظهر قدامك عشان تكون فاهم. تمام؟ طب تعالى نحلها في ثانية. 1152 divided by 36، ومنها حتى نبقى بنراجع الديفايد علشان لو نزل لك سؤال ديفايد في الامتحان، ما انت طبعا عارف ان شغل الماس بتاعك كله تراكمي تراكمي. ها يعني كل حاجة بتتعلمها مطلوبة منك، بتزود عليها مش بتشيل منها. طيب خطوات الديفايد الثابتة بتاعتي ديفايد multiply minus bring down، بشتغل divide from the left to the right، هجهز شوية للتايم تيبل بتاع 36، 1 multiply by 36 equals 36، 2 multiply by 36 equals 2 by 6 12، 2 carry 1 2 by 3 6 plus 1 7، 3 multiply by 36 equals 3 by 6 18 8 and carry 1 3 by 3 9 plus 1 10. هاخد 4 كمان، 4 multiply by 36 equals 4 by 6 24 4 and carry up to 4 by 3 12 plus 2 14. تمام؟ طيب تعالى نروح نبدأ نشتغل الديفايد بتاعنا كده. طبعا 115 divided by 36 عنديش برودكت هنا ب 115، فهاخد اللي قبله اللي هو 108 divided by 36 هروح اكتب فوق 3. تمام؟ وده كده خلصت خطوة الديفايد. انزل على الملتبلاي 3 ملتبلايد باي 36 equals 108، الدور على ماينس اهو 5 ماينس 8 كانت بي. طيب برينج او بور 1 فهيبقى معاك هنا 15، وهنا بقى معاك 0. 15 ماينس 8 يعني 7، و 0 ماينس 0 0، و 1 ماينس 1 0، نزل لي 2 فمعاك 72 divided by 36. 72 divided by 36 equals 2، فطلع لي ايه؟ طلع لي 32، بص كده meter over 1 second اهي 32 over 1. تمام؟ بص كده السؤال بتاعك، انا نجحت اوصل الجزء التاني اهو اللي هو مديهوني ل 32 meter over 1 second. انا نجحت اوصل ده لده، ما دام نجحت اوصل ده لده يبقى equivalent fractions او equivalent عموما بقى ratios او rate او whatever. يعني المهم ان انا كده ده وده التو
quantities اللي هو مديهولك دول اقول عليهم equivalent. متفقين؟ يبقى هنا ده اهو true لاني وصلت لكلمة equal اهو، ده اهو زي ده. يبقى انت بتمسك ناحية وتوصلها للتانية، يا تمسك الناحية الاولانية توصلها للناحية التانية، او اليونتس اللي موجودة في الناحية الاولانية توصلها لليونتس الموجودة في الناحية التانية، او العكس تمسك اليونتس اللي موجودة في الناحية التانية وتوصلها لليونتس اللي موجودة قدامك في الناحية الاولانية. لو نجحت في ده هتقول عليهم equivalent، لو ما نجحتش يبقى not equivalent. متفقين؟ تعالوا نحل سؤال كمان. ها معايا 18 كيلو متر بير اور، يعني over 1 اور. طيب and الناحية التانية بتاعتك 3000 متر بير يعني over minute يعني 1 minute. اتأكد وانت بتكتب انك كاتب النمبرز بتاعتك صح. 18 كيلومتر بير اور، كيلومتر اوفر اور، 3000 متر بير مينت، اي 3000 متر اوفر مينت. انت خد القرار هتوصل مين لمين، هتحاول توصل انهي يونتس لانهي يونتس. ميس قالت دايما كده حاول تاخد اليونتس الكبيرة توصلها للصغيرة بتبقى اسهل في الحل. خلاص انا هعمل زي ما الميس قالت. يبقى انا هاخد الجزء الاولاني ده اليونتس كيلومتر بير اور دي وهحاول اوصلها لمتر بير مينت. هاخد ده واغير اليونت احاول اوصله متر بير مينت. طب يلا، يبقى انا معايا 18 كيلومتر اوفر 1 اور، والكلام ده ايكوال عندي شغل هشتغله هنا في النص، سواء بقى بالكونفرجن فاكتور او بالطريقه اللي الميس قالت ايه هننجز بيها. وفي الاخر عايز ناتج اكتبه هنا متر اوفر مينت، ده هدفي عايز اعرف الكلام ده ايه متر اوفر مينت زي ما هو ايه الجزء التاني في السؤال عندي. تمام؟ طيب من كيلومتر لمتر هعمل ملتبلاي باي 1000، يبقى انا هفوق عندي 18 ملتبلاي باي 1000. من اور لمينت هعمل ملتبلاي باي 60. تاني من كيلومتر لمتر هعمل ملتبلاي باي 1000، ومن اور لمينت هعمل ملتبلاي باي 60. ادي الحته اللي في النص بتاعتك. تمام؟ طيب تعال نعمل سمبلفاي. الزيرو ده هيمشي مع الزيرو ده، وعندي 18 وعندي 6 بينهم كومن فاكتور 6 اه بينهم، يبقى معنى كده 6 ديفايدد باي 6 ب 1 و 18 ديفايدد باي 6 ايكوالز 3. خلاص بص الدينومينيتور بتاعك 1 باي 1 ايكوالز 1، النيوميريتور بتاعك 3 ملتبلايد باي 100 يعني 300. يبقى الجزء ده لما وصلته لمتر بير مينت اداني 300 متر بير 1 مينت. بص كده، هل ده زي اللي هو مديهولك في السؤال؟ هنا معايا 300 متر بير مينت، هنا الجزء الثاني في السؤال 3000 متر بير minute 300 3000، ده زي ده مش زيه not equal صح كده. يبقى الجزء التاني ده not equal يعني not equivalent، هنا هكتب له not equivalent. متفقين؟ احنا كده شرحنا فكرة السؤال، لو وصلت ناحية للتانية وطلعت لك زي بعض هتقول عليهم equivalent، معرفتش توصلهم او طلع لك الرقم اللي الناحيه دي مش زي الناحيه دي بعد ما تظبط اليونتس يبقى نوت ايكوفالنت. متفقين؟ نبص على السؤال اللي بعده، بيقول لك write the suitable conversion factor between brackets. تمام، هو بس عايزك تكتب له مين هو الconversion factor المناسب لو انت بتحول من اليونتس دي اللي هو طالبها منك. طيب اول واحد to convert from kilometer per minute، عندي كيلو متر بير مينت، انت لازم تفكر كده تطلع الكلام بتاعك كده. 2 عايز احول لمتر بير مينت، متر بير مينت. بص كده اليونت الاولاني اللي تحت دي زي اليونت اللي تحت مش بتتغير، يبقى انا عايز احول من كيلومتر لايه؟ لمتر. ده هدفك. يبقى الكونفرجن فاكتور بتاعك required unit بتاعتي متر هكتبها فوق، وتحت هكتب الجيفن يونت اللي معايا كيلومتر، وروح اكتب لي التحويله
1 كيلومتر equals 1000 متر، وده يبقى الconversion factor بتاعك. يبقى انت ظبط الاول وشوف انت بتعمل ايه. تاني، to convert from meter per second، يبقى انا عندي meter over second، وعايز احول to kilometer per minute. kilometer per، بص كده، kilometer per minute. اليونت اللي فوق اتغيرت من متر لكيلومتر، تمام؟ واليونت اللي تحت كمان هتتغير من سكند لايه لمينت. ركز، يبقى انا عايز conversion factor واحد ولا two conversion factor؟ لا، عايز two conversion factor. خبي اللي تحت، متر عايزها تبقى كيلومتر، يبقى هكتب فوق كيلومتر وتحت متر، والتحويلة 1 كيلومتر equals 1000 متر multiply by. طيب تحت بقى عايز سكند المينت، اه يبقى تحت، بصوا كده، عايز الناتج بتاعي يبقى بالمينت، هكتب تحت مينت واطلع فوق اكتب سكند. وطبعا 1 مينت ايكوالز 60 سكندز، ويبقى ده الكونفرجن فاكتور بتاعك. يبقى هنا عندي 2 كونفرجن فاكتور محتاج اكتبهم في السؤال ده. خد بالك من الموضوع ده، انت بتغير يونت واحده ولا بتغير 2 يونتس. طب يلا تاني، to convert from meter per second، meter over second، 2 meter per minute لmeter per minute. اليونت اللي فوق اهي زي اليونت اللي فوق، انا بغير مين؟ انا بغير في اللي تحت، second لايه؟ لمينت. يبقى تحت انا عايز الناتج بتاعي يطلع بالمينت، هكتب مينت تحت، وفوق اكتب له second given اللي معايا. والعلاقة 1 minute equals 60 seconds، 1 minute equal 60 seconds، ويبقى ده conversion factor بتاعك، تمام؟ طب اخر واحدة، كيلومتر بير اور، يبقى معايا كيلو متر اوفر اور، وعايز احول تو متر بير سكند. بص كده، انا دخلت بتو يونتس كيلومتر بير اور، وطلعت بتو يونتس تانيين متر بير ايه؟ سكند. يبقى انت عايز كونفرجن فاكتور واحد ولا اتنين؟ لا اتنين، ظبطهم انت بقى، ويبقى ده واجب الحصة دي. متفقين؟ نتقابل الحصة الجاية ان شاء الله. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.